الابيض. موت وتحيا. فعالية اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيدة، الفلسطينيون يطالبون بحرية الحركة للوصول إلى أماكن العبادة في القدس المحتلة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول الفلسطينيين إلى أرضهم، يقمعهم، يعتدي عليهم بكل ما أوتي من قوة لمنعهم من الوصول إلى أماكن العبادة. رسالتنا اليوم إلى العالم أجمع بأن ينظروا إلى ما يحدث في فلسطين، كيف يستغل الدين من أجل قمع الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى أرضهم. تم الاعتداء علي، تم ضربي وإغراقي بالغاز المسيل للدموع حتى أنني فقدت الوعي ولم أستطع السيطرة على نفسي أثناء الاعتداء علي. Free! 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 Free!